بارك الله فيك أخ عيسى، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن، وهذا إن شاء الله يعطي الأمل لجميع المخلصين إن شاء الله، بأن يعني ما لازمش يتقهروا في الواقع المفروض عليهم من الحصار ومن التهميش ومن الاستهداف، لأنه بقدر ما يصبروا الناس المخلصين بقدر ما إن شاء الله يعني الناس اللي عندهم أمل إن شاء الله بإذن الله تعالى يبقى صامدين إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى أسباب التحول إلى وضع أحسن إن شاء الله. بالنسبة لل قال أين كان الوطنيون في وقت ومدين الشاذلي وغير ذلك؟ صحيح، الوطنيون في الحقيقة كانوا موجودين وما زالوا موجودين، لكن الإشكالية، وهذه فعلا هذا سؤال خطير جدا والإجابة نتاعه دقيقة جدا مدبية، يعني كل واحد يعني يفهمها بالاهتمام اللازم. المشكلة مشكلة الوطنيين في عهد بومدين وفي عهد الشاذلي هي أن الناس اللي كانوا في رأس السلطة فيما بومدين وفيما الشاذلي كانوا هما مصادرين حق الوطنيين. لماذا؟ لأنهم هم كانوا وطنيون الحقيقة. احنا ما كان حتى واحد يقول بومدين ما هوش وطني، ما كان حتى واحد يقول الشاذلي ما هوش وطني. هذو ناس مهما كان بالرغم من أن مستواهم في الحقيقة وكان يجي نشوفوا مستوى الناس راه ما يأهلهمش باش يقودوا بلاد كي بومدين كي الشاذلي، يعني ما كانوش هما خيار الناس في الجزائر. ولكن نقول بأن الظروف هي اللي فرضتهم كقيادات عليا في البلاد، مع ذلك في الحقيقة هما ناس وطنيون وما نجازوش حنا نقولوا بأن أي واحد منهم كان يعني خاين ولا كان ما يعرفش الخير بالناس. لكن المشكلة نتاعهم نقاط الضعف اللي عندهم هي اللي واش عملت؟ خلاتهم في السياسة نتاعهم يقربوا شاذلي بومدين قرب رباط فرنسا وحارب فيهم الوطنيين، وهو يعرف جيدا بأن الناس اللي راه يتعاون معاهم ناس حركة والناس اللي راه يقاتل فيهم ناس وطنيين. لكن لأنه كان هو كلش عنده كل الإمكانيات، الدولة كانت غلقة كلش، الشعب يسمع غير الإذاعة تاع بومدين والتلفزيون تاع بومدين والخطابات تاع بومدين وجهاز المخابرات مانع أي واحد باش يتكلم. هل الوضع هو اللي خلى الشعب يعتبر بأن الوطني هو اللي يرضى عليه بومدين، وأن اللي ما رضاش عليه بومدين ولا فهمه تصبح خاين؟ الدليل على ذلك أن الرجال يعني ما لقاش شعباني يتهم ويقتل، والمجاهدين زيد نقولها المجاهدين كل الرجال اللي كانوا حروا الولاد، يعني المجاهدين اللي كانوا في مكة مجاهدين من الستة كل تربدوا، واللي فيهم اللي قتلوا فيهم اللي تعذبوا فيهم اللي تسجن، ومع ذلك ما كان حتى واحد من الشعب ناضوا قال كيف هذا الناس جابوا الاستقلال كيفاش يتقلب العرب كيفاش يتهمهم واحد بالخيانة. الناس قاعد تعرفهم في وقت الثورة كانوا هم اللي رفضوا السلاح هم اللي حروا الجزائر، لكن هذا اللي فيهم هم اللي يمدكهم في العرب لقوا 20 سنة. عمر الصخري رايد في جيش التحرير بالنواب شعباني بقى 20 سنة عشرين سنة في دولة الاستقلال الأولى عقبها السجن. علاه؟ لأن هذه هي، لأن هؤلاء الناس اللي كانوا على رأس السلطة كانوا وطنيين، ولكنهم أقاموا نظام خائن. هذه هي القضية. من 92 من 93 إجاوا عسكر فرنسا حكموا بالرغم من أن معاهم بوتفليقة والقايد صالح وزغوال والكعلي كافي وفتح معاهم قبل اللي كانوا بالثورة، ولكن لم يستطيعوا أن يثبتوا بأنهم وطنيين، ما كانش.
رجنا تكلمنا تكلمنا بهم احنا لا مجاهدين ولا شيء، مثلا احنا من دين الاستقلال ولكن عندما فضحناهم ربي يفضح. فلذلك لازم ما نقولوش وين كانوا الوطنيين، لا الوطنيين المشكله كانوا في في في, في وضع سيء جدا. القياده اللي كانت تحكم في البلاد كانت وطنيه ولكنها كانت تستعمل المسلمين من اجل البقاء في السلطه والتحكم في البلاد، وهذا هو اللي خلى الوطنيين يصبحوا هم الغرباء، ربما هم اللي مطعون في وطنيتهم انهم خونه ونسيوا. اخ جابر اسمح لي بالنسبه للتخوف من الثورات، انا اقول بانه هذا تخوف في الحقيقه ناتج عن الجهل. اول ما ترات الثوره تاع تونس انا نزلت الدروس المستفاده من ثوره تونس، والشيء اللي راه واقع الان في تونس، الانزلاقات اللي راه واقعه وبعض الامور اللي راه واقعه تكلمت عليها حتى قبل ما تنتصر ثوره تونس. وبالتالي يجب ان تفرق بين المبدا الصحيح والاخطاء التي تقع وتتسبب في انزلاقات. نفس الشيء في مصر في ليبيا، ثورات كانت فيها بعض الثغرات، هذه الثغرات يحاول ان يدخلها اعداء الثوره من اجل اجهاضها. لا ما نتسناوش خاوتنا في تونس في مصر في ليبيا في اليمن في سوريا انهم ينتصروا مهما كانت التضحيات ومهما كانت المؤامرات. الثوره الجزائريه مرت في نفس الشيء، الثوره الجزائريه يعني مرت بمؤامرات خطيره كلنا نعرفها، هذا ضحيتها الاف من المواطنين الجزائريين الابرياء من طرف الثوره. وبالتالي قضيه المؤامرات على الثورات على الاتجاهات الصحيحه على المخلصين هذه راها من سنن الله في الكون، وبالتالي ما ندريش من هي عائق يدفعنا اننا نشكك هذه الثقات او ان تقول بانها لم تنجح او ان تقول باننا اذا تم ثوره رايحين نصل الى حرب اهليه. الحاجه الاخيره وهي اننا نحن لم نقل باننا نحن لم ندعو لا الى ثوره مثل سوريا ولا تونس ولا مصر ولا شيء. احنا كلامنا كان واضح، كثير من الاخوه يتكلموا ويعاودوا العمليه من العمليه. القضيه تتطلب وعي من أغلبية تمثيلية للشعب تنزل في كل عفوية وتكون مستعدة لأن تحافظ هي على السلم من جانب واحد. نعم. أنا أؤكد بأنه إذا استطاعت أغلبية من الشعب الجزائري أن تنزل إلى الشارع وتحافظ هي وتتمسك في الجانب السلمي للمطالبة بتغيير النظام من جانب واحد، ولا قبل الاستفزاز من طرف يعني تعرف كيفاش تحكم في محاولات الاختراق، فانها باذن الله تعالى ستحقق المفتاح احسن من الثورات اللي حققته بدون ان تنطلق لا الى هذه ولا الى شيء. المشكله هي في هذا التراجع او في هذا التردد او في هذا الموقف السلبي في المبدا. الناس ما دارت والو وتتكلم على الحرب الأهلية وكذا، لأن الناس خايفة إلى غيره. نعم، أخي جابر. ألو، أخ جابر. أخ جابر من الجزائر. الأخ سفير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. بك عيش. كان اسمي عادل، ساكن في نيس في فرنسا. اخ احمد دونا ماما يعرفني. السلام عليكم خويا احمد، السلام عليكم خويا نور الدين، السلام على المستمعين كامل اللي يسمعوا من الجزائر ولا خارج الجزائر، والسلام ثاني على عيسى خويا عيسى من كندا. هي غدوه باذن الله تعالى عيد الاستقلال 5 جويليه. هذا الشيء هذا على كل حال كنت قبيله نطالع على فيسبوك، كان واحد من الاخوات طرح واحد السؤال هكذا، يعني على كل حال حبيت نطرحه على خاطر انا ما كنتش منتبه للسؤال في حد ذاته، بس كي شفته انتبهت لي وحبيت نلقى له جواب، ما لقيتش جواب، عاودت انا طرحته ما لقيتش جواب.
ما هذا السؤال هذا هو مرتبط بالاستقلال، وهي قبل ما تجي الاستقلال جات اتفاقيات ايفيون. هل خويا احمد عندك معلومات على البنود الاتفاقيه تاع ايفيون، واش كاين راه مكتوب فيها البنود نتاعها، واش مكتوبين فيها؟ على خاطر انا واحد من الناس الجزائريين مجهل تماما البنود نتاع الاتفاقيه هذه واش كاين فيها. لكن عندك خويا الو انقطع الاتصال من عنده، ممكن كش ما يكون صرا له خلل ولا الو هو عاود رجع. الو تفضل تفضل. الو انا نسمعوا فيك تفضل. الو تفضل رانا نسمعوا فيك. يكون كاين عنده خلل. الو تفضل مرحبا بك. ما رانيش نسمع نورتي اخويا. لا راه نسمع فيك. تسمعوا فيا انا ما رانيش نسمع. راني نسمع فيك جيدا. يا عاود شكون هذا اللي راه داير الاذاعه؟ اللي راهو داير الاذاعه مرحبا ماذا بك على جلب فقط على جلب باش تطفي الاذاعه وتحاول انه تسمعنا من سكايب. ايه هذيك هي دقيقه. الاخ سفيان. انا دقيقه اسمح لي. معليش اغلق الاذاعه وحاول انه تسمعنا عن طريق سكايب على جلب باش ما نعاودش نسمع الصوت. اغلقها نهائيا. اسمح لي دقيقه. الو تفضل الاخ عادل من فرنسا قلت لي. الو راني نسمع فيك. عندك خلل، يكون عندك خلل خويا نورتي لك. تسمع ليا؟ راني نسمع فيك. راني نسمع فيك. نسمع فيك مليح عادل. راني نسمع فيك. تفضل كمل المداخله نتاعك على جال باش نخليو الخط للاخوه اخرين. وين سمعتوني في الخطره الاخيره برك انا ما كان نعاود شوش. معليش نعاود. كنت تتحدث على قضيه نتاع ايفيون. هذه واش هي البنود نتاع القضيه نتاع الاتفاقيه نتاع ايفيون هذه؟ حاب نعرف من واحد مطالع على كل حال، فلربما خويا احمد يكون مطالع على البنود تاع الاتفاقيه هذه. هذا كاين كثير من الاخوه يجهلوا، وانا من واحد من هذو من الناس اللي يجهلوا البنود تاع الاتفاقيه هذه. يعني كان هي على كل حال اسئله كثيره راهي تتبادر في ذهني باش نورغانيزيها لازمني ورقه. مع الاسف الشديد هو انه ما نقدروش نكمل. الوقت ما كانش، الوقت ما كانش. مش غير الوقت، مش غير فقط الوقت. احنا الحوار نتاعنا كان حول المساله هي نتاع الاستقلال بين الحقيقه والمجاز. حبينا نربطوا الماضي بالحاضر، خاصه فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والجانب السياسي والفكري. فهمت؟ ومع الاسف الشديد هو انه الاسئله اللي كنت باغي نطرحها للاخ احمد مازال ما كملتهاش، والوقت راهو مشى بينا. احنا الان راه عندنا اكثر من ساعتين في الحوار. تفضل اطرح السؤال تاعك على جل باش نخليه للاخ احمد يجاوب. انا طرحت هذا السؤال فيما يخص اتفاقيات ايفيون. انا اطرحه الى كل نتاع الاتفاقيه تعكس على الواقع وعلى السياسه المنتهجه من نظام الجزائر. شكرا. حاول انه تسمعنا عن طريق الاذاعه باش نخليه المكان للاخوه اخرين، ومعذره على الانقطاع. السلام عليكم. اخي احمد تفضل. السلام عليكم. اصبر اخ سفيان، اصبر يجاوب الاخ احمد ومن بعد نعطيك الكلمه. بالنسبه للاخ عادل من نيس.